يا عراق يا وطني العزيز يا وادي الرافدين يا مهد الحضارات سومر وبابل وآشور هكذا كان يدعى العراق أما اليوم فقد انهارت حضارة وطني ودمرت آثاره عراق اليوم عراق الأرامل والمعوقين موطن اللصوص بلد الاقتتال الطائفي لقد سحق الإنسان وخربت الطبيعة خربها حكام بحروبهم ساقوا ملايين الشباب إلى الموت دون مبرر جففوا الأهوار ولم يبق إلا رائحة البارود وحفر القنابل وتتابعت الحروب واستعملت أمريكا أسلحتها المتطورة لتدمير العراق ومنها اليورانيوم المنظم ودفع الشعب ضريبة بقائه في العراق فظهرت أعراض التسمم الإشعاعي وبكل أنواعه من السرطانات وتشوهات الخلقية وأصبح العراق بدل بلد الآفات الاجتماعية لقد انبرى مثقفو العراق ليوثقوا ما خلفته الحروب والأسلحة التي استعملت وكل حسب اختصاصه وكان الدكتور كاظم المقدادي أحد الموثقين والباحثين ومن نافذة اختصاصه بآثار الأسلحة النووية والبيولوجية وتأثيراتها على الكائن البشري والطبيعة وأغنت بحوثه ما نريد معرفته باسمي ونيابة عن الهيئة الإدارية لرابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة أرحب بالدكتور كاظم وأرحب بكم جميعا أخواتي أخواني في هذا اللقاء ولا أنسى أن أكرر شكري الجزيل للمركز الثقافي العراقي للضيافة أترككم مع الزميل الدكتور أحمد جهانلي لتقديم دكتور كاظم وإدارة الجلسة شكرا أود أن أبدأ برحب بالضيوف شكرا على حضوركم ومرة أخرى نشكر المركز الثقافي لمساعدته في تقديم محاضراتنا أود بداية أن أبدأ بتقديم نبذة مختصرة عن الدكتور كاظم مقدادي الدكتور من مواليد بغداد عام 1940 تخرج من كلية الطب في سنة 1969 وله نشاط عديد كبير بالعراق ككاتب في كثير من المجلات والصحف العربية والعراقية مو فقط في المجلات العامة بس هذا من المجلات العامية وله نشاط كبير على امتداد السنوات بداء من عام 1958 في نهاية السبعينات حالة كحال كثير من العراقيين نتيجة اضطهاد النظام السابق اضطر الدكتور إلى مغادرة العراق كثير من العراقيين وتوجه إلى بلغاريا حتى تمكن من دراسة الدكتوراه وحصل على شهادة الدكتوراه سنة 1985 تخصص في موضوع طب الأطفال والصحة البيئية وحاليا يسكن في السويد وكباحث متخصص في قضايا البيئة وإلى آثار على الصحة والدرجة الأولى مسألة التأثيرات الإشعاع الراديواكتيف ماتيريال دكتور عنده العديد من الكتب والمقالات يعني اللستة حقيقة في جوجل هم على الكمبيوتر يوجد يعني نسبة عالية من المقالات المنشورة للدكتور بس أذكر عدد من عدها بداية من سنة 72 كتاب عن نصائح طبية لأم المرضعة أسس ومبادئ الطب الوقائي سوء التغذية المعالم الطبية الاجتماعية عام 1984 باللغة البغالية احتلال العراق الأهداف والنتائج مع آخرين سنة 2004 من بعد حرب الخليج الأولى سنة 1991 دكتور اختص بالدرجة الأولى على تأثير اليورانيوم depleted uranium المضار الإشعاعية للجارة في العراق اللي كان تستعمل كأسلحة بالقنابل اللي تستعملوها الجيش الأمريكي والجيش العراقي
وهذه مسألة الأسلحة اللي تحتمل الدبليت يورانيوم مو بس بالعراق، يعني استعملت في بلدان أخرى، إسرائيل استعملها في لبنان ضد المقاومة اللبنانية وفي غزة، ومسألة مهمة جدا التأثيرات. والدكتور له تخصص ودراسات عديدة في موضوع تأثير الإشعاعات في العراق المضارة الصحية وعلى البيئة، ويعتبر من الخبراء المتميزين في هذه المسألة، ويستعمل كرفرنس من قبل كثير من العلماء مو فقط بالبلدان العربية بس حتى في البلدان الخارجية. سنة 2009 كنتيجة الوضع يعني بالعراق تأثيرات الإشعاع، بادر الدكتور بتنظيم حملة من أجل تنظيف العراق من المواد الإشعاعية اللي حصلت على دعم وتأييد من آلاف من العلماء والمتخصصين بالموضوع. أتكلم كثيرا عن الدكتور بس أتركه هو يتكلم على المحاضرة. المحاضرة عنوانها كما مكتوب هنا تلوث البيئة العراقية، وأترك الدكتور بالتكلم. بس قبل ما أبدي ممكن أترجع من الحضور إذا إحنا ورقة استبيان إذا ممكن تملوها لأن نوفر أفلام. السبب من هذه أننا نحاول دائما نسعى في سبيل تحسين البرفورمانس مال الرابطة، فآراءكم وانتقاداتكم بالدرجة الأولى جدا مهمة في سبيل تحسين عملنا ونشاطنا. بالمقدمة أود أن أشكر رابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا على الدعوة وعلى إتاحة الفرصة للالتقاء بهذه الوجوه الطيبة، والشكر موصول أيضا للمركز الثقافي العراقي في لندن اللي يتعاون مع الأكاديمية في تنظيم هذه الفعالية، وأيضا أقدم الشكر لزميلي الدكتور أحمد جيهاني. الموضوع الذي ستتناوله محاضرتي بالحقيقة وليس جديد، هو موضوع قديم بل أصبح مزمن منذ نحو 3 عقود، هو قائم وواقع قائم حاولوا الكثيرين يعني سواء الأمريكان وغير الأمريكان أن يبعدون النظر وبأساليب عديدة من التضليل والكذب إلى آخره، ولكن الواقع فارض نفسه. ماكو بيت بالعراق وما عنده ولادة مشوهة أو مريض بالسرطان، وحتى عندي بحث ونشر بالثقافة الجديدة وبعدين طورته نشرناه مجلة علمية، أنه حتى اللي طلعوا إلى خارج العراق وخلصوا من نظام الطاغية أيضا ماتوا أطفالهم وتمرضوا بالسرطان، وراح تشوفون من خلال الصور اللي راح أعرضها بهذا الخصوص. بالتالي المحنة كبيرة. أبدأ يعني موضوع التلوث الإشعاعي، هو جزء من تلوث البيئة العراقية، ويمكن معظمكم يعرف وربما جميعكم تعرفون أن البيئة العراقية ملوثة بشتى صنوف الملوثات والسموم، ولكن أخطر ما في هذه الملوثات هو التلوث الإشعاعي لأسباب عديدة راح أتطرق لها، بما فيها أنه يعني يدوم لفترة طويلة وآثاره تنتقل لأجيال أخرى إلى آخره. المصادر عديدة بالعراق، ولا يبالغ الذهن أن التلوث الإشعاعي هو مجرد الأسلحة التي استخدمت ولوثت العراق. لا، التلوث الإشعاعي بدأ بقصف أول مفاعل نووي عام 1981 في 7 تموز من قبل الجيش الإسرائيلي، ودمر أول مفاعل نووي وحصلت كارثة بكل معنى الكلمة. النظام فرض تعتيم على الموضوع بحجة أنه هيبة الدولة، وهم ضربوا العراق في وضح النهار، يعني ما بقى سر، لكن الجريمة اللي شارك فيها النظام إسرائيل هو التغطية على الموضوع، ومنع منعا باتا أن يتحدث أي أحد بالموضوع، وكان أي واحد يتجرأ عقوبة الإعدام. انتهى هذا الموضوع وانعقد مؤتمر دولي
في فيينا نظمتها وكالة الطاقة الذرية، واعترف العراق أنه نتيجة القصف احنا كذا من الكميات السائلة والصلبة وغيرها المشعة في المنطقة بهذا الوقت. طيب ليش سكتوا؟ هذا الموضوع ما اريد اطول به، لكن التعتيم اللي فرضه وكان لازم يتلافى ما حصل كرره في عام 1991 لما صار يعني هو ب 90 غزا الكويت، صارت الحرب سموها حرب تحرير الكويت. ايضا استخدموا اسلحه جديده هي اسلحه اليورانيوم اللي راح اجي عليها، ولكن فرض ايضا تعتيم، وبدات تظهر الاطباء يعلنون عن نتائج غريبه عجيبه ما معروفه حتى بالكتب. ايضا الاوامر صارمه انه ما يجري الحديث بهذا الخصوص، وهي جريمه ثانيه. انا بكت حتى كتبت بالمستقبل العربي باعتبارها هي هذه واسعه الانتشار مجله بهذا، قلت النظام نظام صدام يتحمل مسؤوليه مزدوجه، وهذه المسؤولية هو سكوته على هذه الجريمة نطى مجال أنه كان بالإمكان لو معلن للعالم أن الأمريكان استخدموا أسلحة جديدة وهذه نتائجها، ممكن كان المجتمع الدولي بكاملة يقف إلى جانب العراق. وفعلا ما كان العالم يعرف أن هنالك أسلحة جديدة، والبنتاغون ظل ينفي إلى أن إلى عام 1998 من ضربوا من جديد العراق، وبذاك الوقت هم كانوا مدمرين كل الأسلحة الموجودة البيولوجية والكيميائية وغيرها وبالأراضي العراقية. ويمكن معظمكم اطلع القنوات نقلت أنه حتى عملية التدمير اللي جرت من قبل الأمم المتحدة كانت عملية مشينة، أنه دمروا الأجهزة والمعدات ودفنوها بالأراضي العراقية، وبالتالي عملية كبيرة هذه طول الحديث بها، عملية انتقال السموم والآثار. من المصادر الأخرى طبعا عدا استخدام هذا ضرب الموقع العسكري في نينوى في الموصل عداية و عفوا ايضا كان هو من المواقع العسكريه اللي كان النظام يستخدمها ضمن خطته التسليح، وجرت هاي بال91 ايضا، وجرت عمليه نبش من قبل مواطنين لا يعرفون ماذا تحتوي، وكانوا هم يبحثون عن امور اخرى، وبالتالي نبشولك من جديد اللي اندفن، والأمم المتحدة هي أشرفت على عملية الدفن درعت. المصدر الآخر قلت ب 98 من جديد ضربوا العراق، وأيضا بأسلحة مطورة نوعا ما وراح أجي عليها. العملية الأخرى من مصادر التلوث هي اللي جرت في أبريل 2003 عندما يعني مئات المواطنين، أنا أسميهم جهلة، وجهلة مو بالمعنى أنه هذا جاهل يعني هو لا يعرف، فراحوا هجموا على مركز التويفة للطاقة الذرية ونهبوا له كل ما موجود بيها، ومن بين الأمور اللي بيها كان هذا الصفراء الكعكة الصفراء زين والبراميل. و هذا هنا مركز الطاقة الذرية العفو المفاعل الذري تموز، هذا اللي ضربته إسرائيل، هذا ما تبقى من مركز الطاقة ما تبقى من المفاعل النووي، هذا ما تبقى من مركز الطاقة النووية بالتويثة، هنا موقع عداية هذا بالموصل، والعبث اللي صار بعدين ب 2004 و 2005. ومن المفارقات طبعا هنا يعني لما جرى عملية النهب، و يعني شوفوا مركز التويثة هذا
وهو علامة إشعاع وخطر ومعرف إيش كل المواطنين ساكنين هناك، وكأنما منطقة آمنة سليمة نظيفة إلى آخره. هذه عملية الجهل اللي سميتهم هجموا لك على هذا ونقلوا لك هاي البراميل وهاي كلها ملوثة بالإشعاع. هذه أيضا اللي نهبوها. هنا أريد أقول لما جرت عملية هذا كانت أخطر حتى من استخدام الأسلحة، لأنه انتقلت أولا هذه أخذوها واستخدموها للمياه، استخدموها بعض هذا للحليب وأجبان ومعرف إيش، وبعدين انتقلت من منطقة إلى منطقة والناس ما تعرف شنو. يعني إحدى العالم الهولندية، يعني بعد شوي أنا أنسى بالحقيقة الأسماء كانت كل هذه ما تروح عن بالي، راحوا إلى مركز التويثة وعن طريق ال إحدى المنظمات الدولية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأجروا فحوصات للمنطقة، فوجدوا لك الإشعاع حتى بشعر الأطفال. هذولي من نقلوها هذه الكعكة الصفراء وهذه شوفوا لماعة وما أعرف إيش، ما يعرفون شو هي، بس منهم جايبة وحاطة بجيب الأب ووداها للأطفال ولعبوا بيها. طبعا بعدين ما تحتوي رموا بالمزارع حتى بالنهار رجالة، وانتقل إلى مناطق قدرنا نثبتها أنها وصلت حتى إلى شط العرب الملوثات. بالنتيجة احنا نبهنا، يعني أنا واحد من الناس اكتبت حتى بمجلة وزارة البيئة العراقية، حذرت يا ناس هذه العملية خطرة لازم يعني الوزارات تقوم بواجبها. ما حد انتبه للعملية ووصلت والناس هذا، وراح اجي على الركام الحرب بعدين بهذا القسم. بالنسبة لي اعتبر اخطر ما جرى في عملية تلويث العراق هو باستخدام الأسلحة الجديدة. طبعا لأول مرة هذه الأسلحة موجودة، أسلحة اليورانيوم المنظم من 1945 بعد ما توقفت الحرب العالمية الثانية، هم كان دي يشتغلون وأنجزوا شيء توصلوا إليه، ولكن ما مجربي في أي مكان. الفرصة الوحيدة أنه لما صارت الحرب غزو الكويت استغلوها حتى يجربون أسلحتهم لأول مرة، حولوا الشعب العراقي طبعا بالنتيجة بعدين الكويتي والسعودي صاروا حقل تجارب ميداني حي. اللي جرى شنو؟ حوالي 2000 طن من اليورانيوم استخدمت خلال الحربين. الشيء الآخر، هذه الأسلحة اتطورت بشكل فظيع، بس قبل هذه حتى نعرف منين جاي هذه طبيعة ليش احنا نسميها أسلحة اليورانيوم، هي الحقيقة هم يدعون انه هذا غير مضر بالبيئة وغير مضر بالإنسان، وباعتبار هذا اليورانيوم 238 لا شيء ما إلى كل تأثير. هذا المعركة اللي نخوضها احنا هي يعني كيف نثبت انه هم على خطأ ومقصودة بهذا المجال. رجعنا لطبيعة السلاح، هذا المعدن الخام هو اليورانيوم اللي يستخرج من المناجم. عملية استخراجه من المناجم الى تحويله الى الصناعة العسكرية، وايضا قسم منه يستخدم في المؤسسة الصحية ببعض هذا، على سبيل المثال الدروع اللي يستخدموها شغيلة الصحة التصوير الإشعاعي وغيره، واستخدامات سلمية محدودة. لكن الكميات اللي تنتجها أمريكا من عملية تخصيب اليورانيوم، يأخذون للمنجم وبعدين يريدون يحولوه إلى يا أما كوقود للمفاعل النووي واللي موجودة بالعالم كثيرة، والعملية الثانية للأسلحة يستخدمون اليورانيوم 235، هذا طبعا شديد الإشعاعية وقابل للانفجار،
الذاتي، وهو الوحيد اللي يمكن استخدامه في عملية يعني صنع القنابل النووية بهذا المجال. هذه العملية حتى يحصلون على اليورانيوم 235، إذا نريد نحصل على كمية 3% كل 8 كيلوات من اليورانيوم بالمنجم ينطينا كيلو واحد من اليورانيوم 235. إذا أردنا نستعمله للمفاعل يعني كوقود للمفاعلات النووية أو للقنابل النووية واللي توصل النسبة إلى حوالي 90%، فهناك بعد تكون الكمية يعني أكثر بكثير، مقابل الكيلو واحد حوالي 30-40 كيلو من اليورانيوم. اليورانيوم المنظم هذا خلق لهم مشكلة بالولايات المتحدة، وهو أول من بلشوا من قبل حماة البيئة، كان هذه النفايات النووية يأخذوها يحطوها ببراميل ومحكمة، وقسم مكشوفة تبقى وقسم لا بدو يدفنوها، ولكن كل ما يعني عملوه من عمليات وقائية ما نجحت، وبالنتيجة بدأت تلوث البيئة. لا بل حتى المناطق اللي لا محطوطة هي على بعد 10 كيلومترات بدأوا يلاحظون نسب من الأمراض تحصل. فعملية كبيرة قاموا بها حماة البيئة وأبطال بكل معنى الكلمة، أن يقاومون المؤسسة الحربية بكاملها والصناعات الحربية بالذات، وفرضوا بالقانون أنه على البنتاغون وعلى المؤسسة الصناعية الحربية أن تتخلص من هذه الكميات. فوين يودوها؟ أخيرا عندهم خبراء وعندهم إمكانيات مادية كبيرة ما يخفى على الجميع، المهم خبراءهم توصلوا أنه نقدر نحولها لهذه النفايات النووية إلى أسلحة، وبدأوا بشغلات بسيطة وبعدين اتطورت، وراح أجي نشوف مدى خطورتها يعني بهذا الخصوص. وفعلا بدأوا ينتجون كميات. مع هذا الولايات المتحدة عندها حوالي 1,000,000 طن، إيش قد ما تنتج من أسلحة وكذا ما راح يقدرون هذا، بدأوا ينطوها إلى مؤسسات أخرى حليفة، بريطانيا وفرنسا وغيرها بدأوا ينتجون وينطوهم إياه بلاش بس أخذوها. حسوا حماة البيئة بالدول الأخرى، ويمكن سامعين مثلا الألمان نزلوا مجموعة من الشباب وسدوا كل السكك الحديدية، ناموا على السكة حتى يمنعون هذه الناقلات اللي إذا تنقل من جاية من الولايات المتحدة عن طريق آخر إلى أن تدخل بالأراضي، من دخلت بالأراضي الألمانية هم يعني جسمهم منعوا هذا. هذه العملية هي اللي أدت أنه هم يلجؤون أن يصنعون هذا السلاح. طبعا هم يدعون أنه هذا سلاح ما مضر، هو آمن، وبالتالي نشوف هل هو صحيح آمن هذا اللي يدعون. وطبعا أنا راح أركز على هذا الموضوع أكثر، لأنه بالحقيقة أكو جدل صار لعشرين سنة يدور، وللأسف الجدل ليس فقط من أصحاب المصلحة اللي أقصد بهم المؤسسة الصناعية الحربية اللي هي اللي تنتج، يعني لا بل حتى ناس مثقفين عراقيين، أطباء عراقيين، بروفيسورية، عدا العلماء الآخرين اللي يثقون ثقة عمياء، شو يقولون الولايات المتحدة تنشر مجلاتهم هذا هو الصحيح. يعني مرة خضت نقاش 2005 مع أحد البروفيسورية السويديين وهذا، قلت له أنتوا هالعبادة هذه منين جايتكم؟ أنتوا يعني مو على الأساس العلم هو فوق كل شيء وقبل كل شيء، زين أنتوا شو يقول أمريكا خلصت؟ قال لي إيه أنا أثق ثقة عمياء وهذا، أنت كيف تثبت لي هذا؟ قلت له أنا بس أريد أسألك هذا السؤال قدام الجمهور، كان مؤتمر دولي وكان حاضرين بعلماء أمريكان أذكرهم الآن بالأسماء، قلت له بس أقول لك واحد، لما استخدموا هذا السلاح لأول مرة ضد العراق 1991، خلال أسبوعين بعد ما شافوا
الدول الأخرى القدرة التدميرية الهائلة لهذه الأسلحة، جرت عملية شراء لهذه الأسلحة ووفرت 5 مليار دولار صافي، وهذه تقرير من المؤسسة الحربية ونشره مقصود حتى يدفعون الدول الأخرى أنه يعني ترويج لبضاعة جديدة بهذا الفصل. قلت له هذول اللي يربحون 5 ملايين دولار يفكرون مصيرك ومصيري ومصير الآخرين. فقام البروفيسور دوج ركة أمريكي هو جنرال ماير، فقال هذا الشاب اللي يتحدث هو اعتبرني شاب يعني قال هذا صحيح. قال له أقول لك يا بروفيسور فلان يعرفه هو يعني حتى ما ذكر اسمه ذاكر، قال له هذه جريمة ارتكبت بحق الله أولا وبحق البشرية. قال له أنا واحد من الناس هذا تعرفني أنت، أنا المسؤول عن المشروع الحربي لليورانيوم المنظم بالجيش الأمريكي. قال له دزوني إلى بعد ما توقفت الحرب 1991 دزوني أن أروح أنظف المنطقة من دبابات، ما قالوا لي شنو بيها، بس قالوا هذه دبابات جديدة وإحنا ما نريد نعرف سرها، انضربت سموها نيران صديقة، يعني من دخلوا بالأراضي العراقية صار إطلاق نيران. فتبين بالخطأ أمريكية بريطانية دبابات ضربت ناس انقتلوا بيها يعني من جنودهم وكذا. الدبابات أيضا هاي معروفة أمريكية، بالنتيجة دزوا على أساس أنه هو مهمته أن يقوم بعملية نقلها من الصحراء العراقية يوصلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أخذ وياه 100 واحد أخذ وياه. هذول المهمة كانت تتركز على أنه كيف يتم عملية نقلها بطريق مأمون وأن توصل إلى الولايات المتحدة وما ينكشف سرها وما حد مصورها وما حد يعرفها. شوف الخدعة. بالأخير هم ما طولوا إلا 3 أشهر صاحبنا هذا الجنرال اللي هو متخصص بالفيزياء عالم كبير دوج ركة أصيب بالسرطان، 15 عملية سووا له، ويعني الآن أعتقد على وشك أن يموت، بس ظل يقاوم وفضحهم فضيحة كبيرة. 10% من اللي وياه ماتوا بالسرطان من 100، و30 واحد انصابوا خلال 3 أشهر. فقال له أنا جنرال أمريكي وأخفوا عني الحقيقة، تريد ما يخفوها عنك وعن العراقيين والكويتيين وغيرهم؟ وهذا بعض المعلومات يعني هم يدعون أنه هذا سلاح آمن وما يحتوي إلا على 238 اللي هو يشكل 98% من اليورانيوم المنظم اللي يعني المرادف الإنجليزي depleted uranium. هو بالحقيقة حتى هذه التسمية يعني منظم يقابلها أو مستنفذ أو ناظم، يعني ما يعني أنه هو على أساس ضعيف، بس بالحقيقة العلماء أثبتوا أنه هو لا ضعيف ولا واطئ الإشعاع، وراح تشوفون بلاوي اللي حصل. أول شيء نشوف باليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المنظم النسبة، يعني الفرق فقط بالنسب، هم يدعون لا ما بي أي شيء آخر بس 238، بينما هو بالحقيقة موجود ب 235 وب 234 أيضا بنسب متفاوتة. هذه الأسلحة وأنواعها اللي استخدمت ما أجي عليها، هذه أيضا تصميم للطلقة، طلقة اليورانيوم وليش أشير لها هنا، أنواع من هاي الذخائر اللي استخدمت وصور أنا متقصد اللي استخدمت في العراق أساسا، هذه أنواع منها هنا بالدبابة
هنا كصواريخ أرض أرض يسموها، هنا صواريخ عابرة للقارات اللي أطلقوها من مسافات بعيدة، هنا نوع من الطائرات اللي استخدمتها. هذه منطقة يعني غير 1991 استخدمت. هذه بالحقيقة أنا حطيت هنا خطأ، هو أريد أتحدث لأن كثير من الزملاء من الحاضرين سألوني هل هنالك دراسات تثبت ما تدعي به أنت بهذا الشيء. هذه بعدين أرجع عليها، أنه هذه دراسة قامت بها وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة البيئة، ووزارة الصحة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليونب، ووجدوا 42 موقع ملوث بأشد درجات التلوث، وعشرة من عدها بما فيها العشرة الأولى هي بالتويتها أيضا بهذا الخصوص، وهم يدعون هذا. التقديرات اللي ما أريد أطول عليكم بيها، تقديرات البنتاغون ينطي غير شكل، بالحقيقة هي أكثر من 2000، وهذه المعلومة أنا التقيت ببروفيسور دوغ، لا عفوا الساف دوراكوفيتش، هو أمريكي من أصل هذا، وهذا أيضا بالمناسبة عقيد بالجيش الأمريكي، يدير أكبر وحدة للإشعاع والطب الذري بأمريكا، وأيضا من وقف ضد هاي الأسلحة وكشف كثير من الحقائق فصلوه من الجيش. هو أستاذ جامعي في جامعة ينطردو من عتها، بعدين حتى ما يعرف وين يروح راح للخليج، الخليج أثروا عليهم هذا، قال ولا أستاذ احنا نحتاجك بس هسه لا روح بغير هذا. هذه التقديرات اللي قلت، واللي تعادل حوالي 250 قنبلة من القنابل اللي يعني تم إلقاها على هيروشيما وناغازاكي. الآن نجي على شنو اللي يحصل بالميدان حتى تشوفون مدى خطورتها. أولاً على القدرة التدميرية لها، يعني هنا يجي لنفترض أن صاروخ ضرب الدبابة الفلانية، العالم هذا رصاصة، هي العالم الألماني سيجبرت هورست جونتر مع الأسف توفى بواحد شباط الماضي، يعني من العلماء المرموقين، وهذا كان بالعراق يعمل من 1991 إلى 1996، أستاذ بجامعة بغداد، وأيضا هو من المتخصصين بالإشعاع والطب الذري، وقال شبه القدرة عليها أنه قال أشبه بسكين حاد تقص بيها قالب زبد بهذا المعنى. وفعلا شوفوا اللي يحدث، يعني هنا ردت أعرفكم على الطاقة اللي هاي الطلقة الوحدة اللي شفتوها الصغيرة شقد تنطي من طاقة، وهذه الطاقة بعدين راح أجي على تأثيرها على خلايا الجسم بهذا الخصوص، يعني هي اللي تطلق بالمليارات. احنا ما نحتاج الى 6 إلى 10 هذا الكتروفولت حتى تدمر 6 خلايا إلى 10. هذا المفعول اللي قلنا عليه انه اشبه بالهذا، تجي الطلقة وتضرب الهدف الدبابة على سبيل المثال، وهي بالاساس قالوا على اساس هم يستخدموها بس ضد الدبابات العراقية، لكن هذا كذب بالحقيقة، هم ضربوا حتى بنايات على سبيل وزارة التخطيط، انضربت بهاي الأسلحة. من تضرب هذه، هو اليورانيوم المنضب عنده خاصيتين، خاصة كمعدن ثقيل، يعني هو أثقل من الرصاص حوالي مرتين، وهذه الصفة هي اللي تنطيه هاي القدرة أن يضرب معدن آخر ويخترقه، بس الاختراق يتم بصفة أخرى، هو قابل للاشتعال الذاتي، عندما يصطدم يجي يصطدم بالهدف بالدبابة راح يخترقها في نفس الوقت، وهو يخترقها يشتعل
ويحدث انفجار. هذا الاحتراق الذاتي يوصل إلى حوالي 6000 درجة مئوية. بالنتيجة تأثير مباشر وغير مباشر، وراح أبينه أنه حول لك الدبابة يصهرها، وبنفس الوقت الهياكل البشرية اللي بالدبابة عادة هم 5 إلى 6 تحولوا إلى هياكل متفحمة. وراح أراوي هذه الشيء الآخر المهم، يعني الأساتذة الحاضرين الفيزيائيين، الديبليتد يورانيوم بهذه العملية الاحتراق والانفجار، وينطلق إلى فوق يولد سحابة كبيرة، هاي أمثلة دباباتها هاي عراقية مضروبة، يتحول إلى جزيئات أكسيد اليورانيوم، مليارات الجزيئات بهاي الطلقة الوحدة. هذا وين تروح؟ هذه مثلا ببغداد عام 2003، وهذه كلها هي أكسيد اليورانيوم. هذه مكبرة عدة مرات أيضا، وهنا تبدأ هذه الجزيئات وين تروح؟ سحابة ترتفع بالسماء، تجي الرياح تنقلها. أولا هي تأثر في نفس الموقع اللي تحصل به العملية، والعمل الغير المباشر إلى الآخرين، ليس فقط الجنود الموجودين بالميدان اللي حصل في المعركة، وإنما راح ينتقل إلى الآخرين. يعني موجود هنا عالم بريطاني معروف كريس بيسبي، هذا أيضا متخصص بالإشعاع والطب الذري، وجد هذه الجزيئات أكسيد اليورانيوم اللي انطلقت عام 2003 في العراق بالحرب الأخيرة، وجدها في بريطانيا في مناطق واصل عبر الرياح، وثارت ضجة كبيرة. طبعا وزارة الدفاع خلقت ضجة، هذا كذب، ماكو شيء بالعلم، ما هذا. قالوا طيب العلم يقول كالآتي، تعالوا احنا نشوف، ليس فقط بالعين المجردة وإنما راويكم وشوفي هذا ما موجود بالعراق ببريطانيا، المفاعلات الذرية وغيرها، دائر مدارها يحصل تسرب وكذا، وتفضلوا هذه العينات. وهذه العينات اللي وجدناها في المناطق التالية وسماها، وشوفوا اللي في العراق، وهو راح ونقلت الجزيرة نقل حي، يعني وانا حتى مصورة محتفظ به، راح إلى البصرة ومولدت الجزيرة، وكان يسري فودة، هذا فد إعلامي مصري محترم يعني متخصص بعملية الاستقصاء الإعلامي، يعني يروح ميدانين وهذا، فأقنعوه للبروفيسور هذا أن يروح وياهم، وهذا أخذ وياه معداته البريطانية الحديثة وبالبصرة، وبدأ يقيس الإشعاعات الموجودة على الأسلحة اللي انضربت ب 1991، وهذا العمل هو ب 2000 سوى، وراح تشوفون صورته بعدين بهذا الخط. فوجد إلى حد ذيك الفترة عشرات المرات الإشعاع، وعلى بعد مسافات حديدة ما زالت يعني تنبعث من هذا المكان المضروب، يعني دبابة أو غيرها من هذا. الشيء الآخر، وجد شيء كيميائي جديد ده يحصل، تفاعل كيميائي، ليس فقط الإشعاع وما يحصل فيه، وإنما نفس هذا التفاعل اللي من إشعاع، وقلنا هو اليورانيوم، أو أنا يعني ما أشرت للأسف أنه هو يعني يكتسب صفتين، كمعدن أولا معدن ثقيل، وبنفس الوقت هو مادة أو عنصر مشع. وهنا حتى بعدين هسه أجي من أتحدث عن الفعل اللي أول مرة يكتشفون أنه الفعل الكيميائي والفعل الإشعاعي في آن واحد يشتغل بيولوجيا أثناء التعرض إلى بهذا الخصوص. العفو هنا لابد من الإشارة أنه كيف يتم التعرض إلى اليورانيوم. أنا قلت هاي السحابة اللي تروح تنتقل، ووجدوها على عشرات الكيلومترات، وفاتني أن أشير أنه ليس فقط كريس بيسبي، وإنما علماء بالبلقان
وجدوا لما ضربوا يوغسلافيا على وصلت إلى اليونان وألبانيا والنمسا، نفس الإشاعات اللي انطلقت من يوغسلافيا إلى هناك وصلت بهذا الفصل، والعلماء أثبتوها وثاروا ضجة، ولكن أيضا اجتهم رد الفعل شديد للأسف بهذا الخصوص. هنا يصير عملية التعرض لليورانيوم المنظم أو هاي الأسلحة وإشعاعاتها. بالحقيقة يعني أول طريق للتعرض هو عن طريق التنفس، التنفس اللي يتم أثناء المعركة وده تنطلق هذه الجزيئات، والناس اللي الرياح تنقلها إلهم، وأيضا وكذلك اللي تناولوا المياه الملوثة واللي تناولوا الأغذية، وأيضا عن طريق الجروح اللي حصلت لبعض لعدد من الجنود بهذا الخصوص. الشيء الآخر هنا أنا أريد أتوقف عند أشعة ألفا. معظمكم يعرف أنه يعني أكو صفة تطلع على أشعة ألفا أنها ضعيفة وبإمكانك أنت توقفها عند حدها بورقة عادية مع دفتر وبالنتيجة يروح مفعولها ويديه. الشيء الجديد المستجدات العلمية فيما يتعلق باليورانيوم المنظم الأشعة ألفا لقدوا وجدوا صفات جديدة ما موجودة بعلم الراديو علم الإشعاع. شنو هاي اللي جرى اللي اكتشفوا؟ أولا هذه أنا شوية صاير الباك بالحقيقة بالهذه، هذا التأثير المباشر اللي قلت لكم، هاي دبابة وهذا أحد الجنود العراقيين، لحظة لما انضربت الدبابة تحول إلى حجر بكل معنى الكلمة، وهذه هنا التأثير غير المباشر اللي يتم عن طريق التنفس وعن طريق الفم وعن طريق تناول الأغذية إلى آخره. وهذه أيضا أوضح بيها كيف تنتقل هذه، يعني سواء عن طريق التنفس أو عن طريق البلع، وراح أوضحها بصور أكثر بهذا الخصوص. لما تجري عملية التنفس أول شيء الإنسان راح يتنفسها تروح إلى الرئة، وين تتمركز؟ بالقصبات الهوائية. أكو عندنا نوعين راح أتناول لما أجي على الفرق بين غبار اليورانيوم المنظم وغبار اليورانيوم اللي يستخرج من المناجم، وهذه قصة طبعا عليها جدل. العلماء السابقين بالفيزياء يعتقدون أنه كل ما انبنى على تأثير هذا تأثير الغبار هو ليس في ميدان القتال وأثناء انفجار هذه الأسلحة، وإنما بالمناجم، وأكو فرق كبير بين ذاك الغبار وبين هذا الغبار، وأجي عليه كالتالي. الآن لما تروح بالرئة تستقر بالقصبات الهوائية، وأقرب شيء لها هو الغدد اللمفاوية الموجودة، ومن هناك تنتقل إلى الدورة الدموية وتروح إلى كثير من أعضاء الجسم. هنا في يعني الغدد اللمفاوية للصدر هذه مثال، هنا في بطانة غشاء الرئة. الآن بالنسبة لأشعة ألفا قلت أنهم يدعون أنه هذه أشعة ضعيفة إلى آخره. بالحقيقة العلماء أثبتوا الآن ويجزمون بهذا الخصوص، وراح أقنعكم بالموضوع، أنهم ماكو إشعاع نقول واطي وإشعاع عالي بتأثير على الجسم. طالما هو إشعاع لا توجد يعني جرعة واطئة مهما كانت واطئة ما بيها أثر على الجسم. وطبعا هنا يعني يعتمد إش قد إحنا عرضنا الجسم إلى إش قد شدة التعرض إلى آخرها، ولكن أشعة واطئة آمنة لا يوجد الآن في المصطلح، يعني في المصطلح العلمي الدقيق.
العالم البريطاني روجر كوجهين قال وأثبته، هو يعني من المتخصصين بالبيولوجيا التجريبية، قال جزيء واحد من هذا الإشعاع يدخل بغدة لمفاوية واحدة قادر على تدمير جهاز المناعة بكامله للجسم، وأقنعكم بهذا الشيء فيما يلي. هنا التأثير على الكروموسومات، وحتى هو يعني أقوى من الأشعة الأكس راي اللي تأخذ للأشعة للصدر وغيره. هذه اللي قلت لما تدخل يعني جزيء واحد يدخل إلى الأنسجة وبإمكانه أن يدمر كامل جهاز المناعة، وبالتالي يخلق انقسام غير طبيعي للخلية، تتولد حصول طفرات، وبعدين يعني يصير نشوء أورام خبيثة بهذا المجال. طيب هذا مثال للتدمير اللي يحصل للكروموسوم. الشيء الجديد اللي اكتشفوه العلماء اللي يشتغلون بالصحة يعرفون أنه لما يصاب مريض بالسرطان يعالجوه بالإشعاع. والطب بهذا المجال يسعى جهد الإمكان أن يوجه جرعة الإشعاع أن تتوجه بالذات إيش قد يقدرون أن تكون بس للخلايا السرطانية حتى يقتلوها وتتدمر، وبالنتيجة تنتهي العملية. وما كان معروف سابقا إطلاقا أنه هذا الإشعاع اللي يجري بالطب لمعالجة الأورام السرطانية أنه يعني بمخاطر أخرى غير اللي تتعرض مباشرة للإشعاع وتنتهي العملية. الجديد الآن شنو؟ أشعة ألفا اللي تنبعث من اليورانيوم المنظم وجدوا عندها خاصية جديدة غير معروفة إطلاقا بالعلم سابقا، وهي يسموها بايستاندر افكت. الحقيقة أنا أستعين بكم وربما تساعدوني، أنا ترجمتها بالجيرة، التأثير بالجيرة. يعني شنو أقصد التأثير بالجيرة؟ هذه الخلية الواحدة تعرضت للإشعاع أشعة ألفا الحديث، أشعة ألفا المنبعثة من اليورانيوم المنظم، هي تدمرت. الخاصية الجديدة شنو؟ جيرانها تتأثر بيها وتتدمر، وهذه تدمر دائرة مدائرة من خلايا والأخرى وهكذا. وبالنتيجة لما نعرف أن الإشعاع اليورانيوم المنظم يدوم حتى يعني نحصل على نصف العمر للإشعاع 4.5 مليون سنة، حتى تقضى عليه تماما يحتاج لك 45 مليون سنة. ذاك الوقت تقول انتهى مفعول هذا الهدف. فبالنتيجة مدى الحياة المعرضين إلى وهذا، لا تستغربوا راح أقنعكم بالنتائج اللي حصلت في العراق. المجالات التأثير متعددة، وبالمناسبة هاي الصفة اكتشفتها العالمة الأمريكية ألكسندرا ميولر. هذه تشتغل بالمختبرات البنتاغون، يعني تدير مختبرات الجيش الأمريكي. ولما كشفت هاي الحقيقة قالوا لها أي تمويل بعد لمشاريعك ما يصير وتتوقفين، أنت ما تجيبين طار اليورانيوم تشتغلين، إذا جبت طارية تنتهي أمورك. زين، النتائج كثيرة يعني اللي تحصل، الطفرات بهذا الخصوص، الكانسر، يعني المخاطر اللي تحصل أيضا قلت يعني بالبداية هي التنفس، ويتأثر الرئة والقصبات الغدد اللمفاوية، ومن هناك تنتقل وتوصل للعظام، توصل إلى الكبد، إلى الكليتين، وهذه أيضا الظواهر اللي حصلت. وخلي هنا نتوقف عندها. بالعراق بعد الحرب، توقف الحرب بعشرة أشهر، بدأوا الأطباء في البصرة خصوصا وفي مقدمتهم
الدكتور جواد العلي، يمكن قسم يكون سامعين به، فد إنسان رائع، هو طبيب متخصص من بريطانيا بالكانسر، وبدأ يلاحظ أولاً بعيادته، ثانياً بالقسم اللي يديره بمستشفى التعليمي في البصرة، أنه حالات غريبة. أولاً شنو هاي الحالات؟ طبعاً بالكتب ما موجود الطبية اللي يرجع لها أنه ينصاب مريض بالسرطان في أكثر من حالة وحالتين وثلاثة. هو حتى وجد في آن واحد مصاب بأربعة حالات سرطان، هذه واحدة. يعني إحنا نعرف إنسان عنده سرطان الرئة مثلاً أو سرطان الدماغ وبس، لكن في آن واحد عنده سرطان بالدماغ وسرطان بالرئة وسرطان بالعظام أو اللوكيميا سرطان دم، ما موجودة هذه إطلاقاً. طيب الشيء الآخر، السرطان نعرف أنه ممكن يكون وراثياً، وبالنتيجة أكو عامل ريسك نسميه عند عوائل معينة، نوعتهم أحد مصاب، ممكن أن يكون الجد أو الأب إلى آخره، ممكن نأخذ بنظر الاعتبار. فبالتالي لابد أن يكون أمام نظرنا مستقبلا أنه أكو بالعائلة مصاب بهذا. الآن بدأنا نوجد في العائلة الواحدة اثنين وثلاثة، يعني أنا سويت بحث طول سنتين شمل 14 محافظة، والبحث شمل 1112 يمكن عائلة، وعشوائيا اختاريناهم، بس أنا حصلت المعلومات أنه متقصد أنه هذه العائلة عندها مريض سواء متوفي أو مصاب بالسرطان، وبدأت أتقصى عن أسباب هذا السرطان ومنين جاي وهل كان أكو بالعائلة ولا واحد من هاي العوائل 1112 أنه عنده سابقاً أحد يعرف من أقربائه مصاب بالسرطان. اثنين، معظم يعني أعتقد 98، أنا للأسف بعد ما يعني ما نشرته وما أتيحت لي الفرصة للأسباب الصحية، فمناطق انضربت بالصواريخ الأمريكية بالحرب. اثنين، واحدة من النساء العائلة كانت حامل أثناء عملية القصف والحرب. ثلاثة، قسم من أطفالهم كانوا يلعبون على الدبابات وعلى هذا، وراح يشوفوها بالهذا. يعني الشيء اللي الغريب هذا المثبت، هاي الحالات ما كانت معروفة، بدأت تظهر ومعروفة أنه في أكثر من بالعائلة الواحدة أكثر من مصاب، ما عندهم سابقا بدأوا ينصابون، وبالنتيجة ظاهرة الكارثة اللي حصلت بيولوجيا. يعني هذه يمكن تعبر الصورة، بس أنا أجي على ركام الحرب اللي يعني حذنت من عنده وقلت بصريح العبارة أنه يا حكومة العراق الجديد، أنتم تتحملون مسؤولية إذا ما تتخذون أجيالنا اللاحقة مهددة. ما حد هذا المصيبة، نشرت البحث في المجلة اللي تصدرها وزارة البيئة ونشروها، مع أنه يعني رئيس التحرير قال ها شلون ممكن يطيروني، إلى نشره والنشر، وإجاني من وزيرة البيئة نرمين عثمان حسن بكتها على رأس 10 علماء عراقيين، أنا أول واحد، فتكريم وشهادة ما أدري شنو ودزوا ليها وأنا ما أدري وصلتني ورا ثلاثة، وهذا البحث منشور، وهي على أساس تقييما لهذا وغيره من البحوث اللي نشرتها تقييمنا بهذا الخصوص. وراها بثلاث شهور انقلبت الآية. زين، جاني سب وشتم، وأنا عميل ما أدري منو، وعندي اتجاهات مريبة إلى آخره، وللأسف اشتركوا بها حتى عندكم بريطانيا أستاذة أجلها واحترمها روجت العملية بهذا الخصوص، هي ما تعرف أنه أنا شنو اتجاه السياسي وكذا إلى آخره. لفتت الانتباه إلى التالي، أولا هذا ركام الحرب، طبعا كميات هائلة، آلاف الدبابات، آلاف المدرعات، آلاف المدافع وغيرها انضربت. وهذه شنو اللي جرى؟ هذا طريق الموت طبعا ب 1990، سامعين بي أنه هذه كلها اللي انضربت بلحظة واحدة
بيوم واحد قضوا عليها في ضربات واحدة. هذه اللي سوى مقبرة هذا. طبعا هنالك فرق بين ما استخدم عام 1991 وعام 2003. عام 1991 ظل محصور في مناطق محدودة، يعني أكثر شيء مناطق الجنوب، البصرة، العمارة، ذي قار، الناصرية وغيرها، وهذا الطريق وعلى الحدود، وهناك توجهت الضربات الكبيرة. عام 2003 بالعكس صار، يعني صار الضرب حتى على مناطق سكنية يعني مكتظة بالسكان، لأنه النظام استخدم أسلوب إجرامي، أسلحته ومعداته وين يخفيها؟ حتى بالمستشفيات، حتى بالمدارس مال الأطفال، وبالتالي هم يرصدون، وهذا الغباء يعني ما عارف قيمة إمكانيات عدوه. بالنتيجة ضربوا بالصواريخ كثير من المناطق السكنية، وبالتالي إذا كانت هناك محصورة بمناطق محدودة، في عام 2003 ماكو منطقة بالعراق ما انضربت ما عدا إقليم كردستان بالحقيقة، ولكن بعدين أيضا ربما من يسني هناك من انتشرة السرطانات أجع عليها أوضحها لاحقا. اللي جمعوه شنو سووا؟ جمعوا هاي المقبرة وجابوها. سابقا هو متفرق، يعني هنا موجودة دبابة، هناك دبابتين، هناك كذا، وهذا الإشعاع اللي يطلع من عدها على الأقل يتطشر، وبالنتيجة هو ما يكون مركز مثل ما الآن جمعناه بهاي المنطقة كلها، بهاي المقبرة مكشوفة، وهذا ده يطلع يعني يبعث إشعاعات، وهذه الإشعاعات بدأت تنتقل وتروح وخلقت مصايب بهذا الخصوص. زين، مو بس هذا، أيضا هذه مجموعة أخرى، شوفوا النماذج اللي حصلت بال هذا في كل مكان. حذرنا وقلنا هذه خطرة، هذا الإشعاع اللي يعني يضرب هاي الدبابة هذه هي خطرة أيضا راح تكون، لازم تعملون على تنظيف البيئة، تتخلصون منها، تجري عملية دفنها، ما حد انتبه. إجا مركز دولي مستقل أسس هذا العقيد الأمريكي من أصل كرواتي أساب دراكوفيتش، وهذا المركز اشتركوا به علماء من دول عديدة، من بريطانيا ومن فرنسا ومن إيطاليا وكندا، وبالتالي يعني علماء مستقلين بإمكانيات متواضعة رادوا يلفتون الانتباه إلى خطورة العملية. أول عملية قاموا بها حتى ينطلقون من أرضية صلبة يحاججون بها، بعثوا فريق دولي متخصص، كلهم متخصصين بالإشعاع والطب الذري، ومن بينهم عالم عراقي اسمه محمد الشيخني، هذا كان عميد كلية الطب، وهو أيضا عضو بهذا يعني المركز الأبحاث الدولي المستقل. المحتل ما زال السلطة بيد المحتل، يتحكمون، فارضين رقابة من يدخل من يخرج، فشلون يدخلون وهم معداتهم جايبيها وياهم؟ وهذا يقودهم العالم الأمريكي تيد ويمان، ومن بين العلماء اللي اشتركوا هذا العالم اللي توفى الألماني اللي هو كان بجامعة بغداد ومتخصص، اشترك أيضا باعتبار هو يعرف المنطقة ويعرفه، محمد الشيخ عراقي. زين، فبالنتيجة قالوا أحسن طريقة ندخل بها أن ما نعلن عن نفسنا، وإنما إحنا جايين زوار وضيوف عند محمد الشيخلي، وفعلا سووها بسيارتين، عبرهم ودخلوا، بدأوا هذا، قاموا بعمل مسح ميداني من بغداد وكل ضواحيها، ومن بغداد إلى أبو الخصيب، كل هاي المناطق فحصوها. يعني هو أنا فاتني أشير أيضا إلى علماء ألمانية توفى العالم شوط أيضا بهذا الخصوص، وكلهم متخصصين، أخذوا عينات من جثث لقوها تحت الأنقاض، أخذوا من مناطق معينة، يعني على سبيل المثال أكو معمل ثلج ببغداد أكو دبابة تبعد عنا حوالي 250 متر. زين،
بعد هاي الفترة الطويلة والحكي هاي ب 2003 هاي الدبابة من 1991 هناك وما حد مهتم بيها راحوا فحصوا بدأوا شافوا هاي ذات شع راحوا فحصوا العمال وفحصوا الثلج اللي دا يطلع بهاي اللحظة اللي فحصوها وجدوا الإشعاع موجود بهاي هنا فتصور يعني شلون المصيبة هذه زين هذول هذا يعني أعلنوا النتائج وبالمناطق وين أخذوا عينات من مرضى عينات دم عينات من الشعر من الأطفال أخذوا من الأسنان يعني كان عندهم تمويل قدروا أن يحصلون حوالي 100 عينة وفحصوها بأربعة مختبرات دولية كلها أكدت حصول تلوث إشعاعي باليورانيوم المنظم زين نشروا البحث 2003 بنوفمبر وكنا نتوقع وأنا يعني طلبت من دكتور محمد الشيخي وقتها أنه هو ينشر وأنا ينشر حتى نعرف الناس بهاي الدراسة اللي جرت لأنه وقت تحتيم عليها وهم قدموا تقريرهم الصور للحكومة العراقية ولكن ما حد اهتم به هذا هو كيد ويمن هذا هاي هو أيضا هنا طبعا عندي أيضا صور العلماء الآخرين مشاركين اختصرها أريد هنا مسألة الركام وخطورته كان منتشر في كل مكان ما أدري يعني أختصر يمكن إذا لو تعبتكم يعني لا لا هذه نماذج من الأسلحة المضروبة ومن هذا هاي ب 2004 صورناها 2004 زين هذه بأحد الحقول كذلك هذه بإحدى المناطق السكنية كذلك إلى آخره هنا مسألة شخصيا يعني على الأقل أعتز أنه تعبت وردت أوصل يعني أنبه إلى الخطر الموجود ما حد انتبه قلنا يا ناس أنتوا وزارة البيئة على الأقل نبهوا هذه خطرة حطوا لوحات أي شيء هذول الناس ما يفهمون شنو القضية هذول رايحين لملموا لا بل أكو قسم صور الأطفال مالتنا يلعبون بين هاي الدبابات المضروبة وهي ذات شع زين هذه حتى هسه جديدة يعني إحدى منظمات السلام الهولندية طلبوا معونة من عندنا معروفة ساعدناهم دخلوا وسووا أيضا بحث ميداني وكذا وهاي الصورة حديثة ب 2013 زين هذه أيضا نماذج من الأطفال طبعا ذولي كلهم الأطفال ماتوا للأسف كلهم قاطبة تابعنا هنا وين كانوا يلعبون بوسط هذا الركام حتى بالملعب موجودة المعدات العسكرية المضروبة هنا عملية الفحص اللي جرت كثير يسألوني هل مثبوت يعني فعلا هذا الإشعاع اللي يتحدثون عليه أنا قلت لكم عدا هذا المركز العراقيين بدأوا بالحقيقة يعني أكو أبحاث جرت 1996 وفي المناطق اللي دارت بها المعارك بين الجيش العراقي والأمريكان وأيضا هم وجدوا نسب ولكن الإمكانيات العراقية محدودة من حيث يعني مثلا راد يقدرون هل يمكن أن نقول هاي المنطقة بعد غير قابلة للعيش بها أو لا زين الشيء الثاني النظام ما يريد يدعي أنه ما يصير نضخم الأمور هذه تخلق ذعر وخوف وكذا بينما هو لا بالعكس كان لازم ينبه الناس ويقولها وبالتالي أيضا أجروا هم وحاولوا ينشروها ما حد يساعدهم بالنتيجة أيضا يجي الحصار والظروف اللي تعرفوها كلكم بالنتيجة ما وصلت للأسف يجوا علماء آخرين على سبيل المثال العالم الكندي هاري شارمن عالم مرموق ومتخصص بهذا راح للبصرة 1996 أخذ معداته وحديثة وكذا وأخذ عينات وفحصها وأخذ عينات من مرضى من التربة
زين، وايضا ونشر بحث وقال الخطر كبير، وتوقع ان يموتون 12% من اللي تعرضوا من المدنيين والعسكريين، والعسكريين يقصد حتى الامريكان بهذا الخصوص، وقال راح يموتون 100,000 واحد بالبصره، وفعلا تحققت كل هذا، ولكن اي شيء ما اتخذ من قبل السلطات العراقيه. هذا ايضا عراقي من اللي اجروا الابحاث يعني وثبتوها موجوده، وللاسف نشرتها وسائل اعلام اجنبيه في حين وسائل الاعلام العراقيه ما نشرتها. هذا كريس بيسبي اللي راح للبصره عام 2000 وبنفسه يقيس الاشعاع، وشوفوا شلون لابسين يعني وقايه من هذا. هذا الصحفي الامريكي سكوت باترسون سمع اكو يجي شيء، وهذا قال انا ما اصدق بس انا اريد اروح واشوف بنفسي. راح طلب من مؤسسه امريكيه معدات حديثه وتعهد يرجع لهم اياه، وحتى مستعد يدفع اذا ثبت انه فعلا اكو اشعاع. ومن نتيجة وجد هاي الدبابه 10,000 مره عن الحد المسموح به الاشعاع بها، زين، وهذه ب 2003 ونشرها في كريستيان ساينس مونيتور التحقيق اللي اجرى، وما حد انتبه له، زين، وورا اجوا جماعته اللي قلت لكم راحوا هذا المركز الدولي المستقل، وهذا تيدويمان، وهذا محمد الشيخلي، وهنا المناطق اللي فحصوها بالاسماء وايش قد وجدوا من الاشعاع. الان النتائج اللي حصلت يطول الحديث، وانا يعني نشرت وقسم منكم مطلع اكيد، سواء بالثقافه الجديده، سواء بمجله البيئه والتنميه اللبنانيه، وعدا يعني بالمجلات العلميه الاجنبيه، اللي حصل من تشوهات ولادية فظيعة، يعني حتى بالكتب الطبية القديمة ما موجودة، وكثير من البروفيسورية رويناهم إياه بالسوية على سبيل المثال ما يعرفون هيجي شغلات وما شايفين بحياتهم مهما كانت حتى في ظل حروب إلى آخره. النسب اللي ارتفعت يعني كان النظام إلى حد 1991 عندنا احصائيات في وزاره الصحه، اقدر اقول 90% مضبوطه. يعني ليش 90%؟ يعني ما كان تشمل الكل، لان قسم يموتون وما هذا ويكتبوا توفي ما اعرف ايش وما يدري، ولكن 90% على الاقل كان من الاسباب الوفيات وغيرها، على الاقل اللي كانوا يموتون بالسرطان بالتشوهات الولاديه موجوده. هذه نموذج من الولادات الميتة، التشوهات الرهيبة اللي حصلت، زين، نماذج عديدة. هذه التشوهات القاتلة يعني هاي كلها ذولي كلهم ميتين. هذه النماذج اللي يعني يطول الحديث عليها، نماذج اللي صابت التشوهات وين، أي أعضاء من الجسم إلى آخره. هذه النماذج ونسب معينة. الآن اللي حصل شنو؟ يعني سابقاً عائلة ينولد لها واحد، الآن لقينا عوائل عندهم 5 و4 أطفال مشوهين وكذا، وهذا بالطب مو شيء طبيعي وعلى أساس يحصل وكذا، يحصل يمكن فد واحد بال10,000 ويمكن حتى بالمليون، لكن أن تجي ظاهرة وعد عوائل كثيرة بهذا الخصوص هاي هي الكارثة. هنا أيضا هذه عائلة أخرى، وطبعا إحنا ماخذين الإذن بالحقيقة من العائلة، قلنا لهم نقدر ننشر يعني، قالوا هذه عائلة أخرى أيضا. الآن مسألة السرطانات يعني هنا كذا ارتفعت 23% وصلت يعني أكثر مما كان ب 1979 العفو و 89، فالسرطانات ارتفعت 7 أضعاف.
وخاصة أمراض ما كان تصيب الأطفال. يعني أنا 30 سنة طبيب أطفال، ما مرة شفت بحياتي طفل عنده لوكيميا، ولا مو بس أنا، لا أسأله أي طبيب، وهنا أيضا عندنا زملاء يمكن حاضرين، أنه لوكيميا تصيب طفل عمره 10 أشهر أو عمره سنة أو سنتين، لا كلش نادرة، ما متى، في حين عندنا ظاهرة شوف تفضل، هذه كلهم لوكيميا، كلهم لوكيميا. يعني أنا هذه أنا تلزمت عبره، يعني كل ما أعرضها بالحقيقة ما أتحمل هذا. أمراض أخرى بدأت تصيب يعني فئات عمرية ما كان، يعني سرطان الثدي، كثير من عجائز بيبياتنا وأمهاتنا يعرفون أنه ما يصيب إلا اللي بعد 60 و70 إلى آخره. الآن السرطان وجدناه عند 10 سنين و12 سنة سرطان الثدي، ومو واحد واثنين، بالآلاف. هذه الأورام الخبيثة يعني أيضا تفضلوا، هاي كلها بأعمار ما حد يصدقها. هذه سرطان الغدد اللمفاوية، هذه الشابة عمرها 16 سنة سرطان الثدي، هذه أنواع أخرى فظيعة من السرطانات اللي حصلت. الدكتور جواد العلي يعني حتى يثبت يعني ينطي مصداقية للمعلومات اللي كان ينشرها، أولا هو أول من رسم خريطة بالبصرة من خلال اللي يجوا بالعيادة ومن خلال اللي يجون بالقسم يدخلون مالته اللي هو رئيس القسم، منين يسألهم واستمارة سوى أنت من يا منطقة، المنطقة الفلانية، أكو يمكم هذا، أكو عندكم أحد بالعائلة إلى آخره. فسوى خريطة وقدر سمع أحد الصحفيين البريطانيين المسؤولين بهذا الخصوص وراح التقى به ونشرها بالإندبندنت هذه الصورة. هنا أيضا النسب اللي ارتفعت للكانسر، هنا الظواهر اللي تحدثت عنها أنه يصيب أكثر من، يعني المريض الواحد يصير عنده حالتين وثلاثة وأكثر، بالعائلة أكثر من واحد، قسم ما يعني عندهم إطلاقا أحد مصاب. هذول أكو عائلة بالناصرية أو الحقيقة بالعشائر الناصرية بيت الديوان، هذول من صارت انتفاضة 91 هم ساهموا، يعني العشيرة بكاملها ساهمت ضد النظام، ولكن من صارت عملية قمعها فقسم منهم استشهدوا وقسم منهم اللي قدروا أخذوا أطفالهم ونسائهم وين انطلقوا يروحون على أساس يعني يهربون من النظام بالصحراء، يريدون يوصلون مثلا للسعودية حتى يعبرون الحدود ويحتمون بيهم. شنو اللي جرى؟ هم بالصحراء ما يعرفون الطريق، لكنه منا شمس حارة وبالليل تهب رياح باردة، وين هذول يعني وأطفال وياهم، فالدبابات وعربات مضروبة ما يدرون هم شنو القضية، المهم يحتمون بها. فراحوا احتموا بهذه المعدات الحربية المضروبة بالأسلحة هذه. الحصيلة شنو؟ الحصيلة كلهم قاطبة ماتوا بالسرطان وبدول عديدة. طبعا هم بعد يعني بس أسبوعين بقوا بهاي الصحراء ووصلوا بعدين الحدود، ومن السعودية تفرقوا، اللي راح السورية واللي راح الهولندا واللي راح إلى السويد وكندا إلى آخره، يعني عدد كبير هم كلهم ماتوا بالسرطان. والمصيبة أي سرطان؟ كلهم بسرطان الرئة. طيب هذه ظاهرة يعني عابرة لا إطلاقا.
واللي كتب عنها هو هذا آخر واحد، وكتب فد كتاب صغير حوالي 100 صفحة حكى به اللي جرى، وبالأخير قال هذه جريمة النظام وجريمة أمريكا بنفس الوقت، وأنا أسجلها للشهادة، وسجلها وتوفى هو أيضا بالسرطان ومات بهولندا. هذه الشغلات اللي هم يدعون أنه هذا كذب وما أعرف إيش، بينما هم الإجراءات اللي يتخذوها شوف كيف ينزلون. وهذه مثلا بيوغوسلافيا الخبراء مالهم من ينزلون يفحصون، هذا لازم تكون ملتزمين بالشروط الوقائية للأسف. هنا أحد الخبراء يفحص شجرة ملوثة بالإشعاع، هذه أيضا أحد الخبراء، هذا الجيش الأمريكي ويدعي أنه إحنا ما وجدنا شيء، وبعدين يضع لك علامة خطر بعد ما كشفوا هذا. الآن الشيء اللي حصل أنه هو مو بس اللي استخدموا يعني هذا السلاح استخدموه ضد العراقيين وبعدين ضررهم من الكويتيين والسعوديين وغيرهم، لا بل حتى الجيش الأمريكي، وتعرفون ب 1991 اشتركوا 720 ألف عسكري أمريكي عسكري من كل الدول بهاي الحرب، حرب تحرير الكويت اللي يسموها. تعرفون ايش قد تمرضوا من عندهم، ومعلومات يعني تتزايد سنه عن سنه، من ال 720 الان 360 واحد مصابين باعراض ما يسمى باعراض حرب الخليج. طيب هم طبعا فرضوا فد عمليه تعتيم وتزوير للهاي، كلها ربطوها انطيناهم لقاحات هذه عوامل نفسيه ما اعرف ايش كذا. أكثر من 36 ألف واحد من العسكريين الأمريكيين شاركوا بحرب 91 توفوا بالسرطان. زين أمثلة قلت لكم، هذا تشكلت منظمات حتى تدافع عن حقوق المتضررين من العسكريين في بريطانيا وأمريكا وفرنسا وكندا وغيرها. بأمريكا عندهم نظام أنه العسكري لا يحق له طالما هو يقوم بمهمة لخدمة الوطن لا يحق له أن يطالب وزارة الدفاع بأي شيء مهما يحصل، لأنه هو موقع بالأساس على تعهد أو وثيقة تنص أنه هو مستعد يضحي بحياته من أجل تأدية المهمة الموكلة إليه. طيب لكن اللي حصل أنه يحتاجون رعاية، طيب ذولي مرضى بعدين ثبت انه مو بس هذا اللي الجندي اللي راح وقاتل ورجع هو متضرر، لا بل بدا ينتقل قسم من عندهم الى عائلته. هذا العالم الالماني سوى بحث وجد نفس الاعراض ونفس المسببات اللي صابت الجنود الامريكان واطفالهم هي نفسها الموجوده بالعراق. وبالتالي يعني هذا الشعار، هذا احد الضباط البريطانيين توفى بعدين باللوكيميا، هذه اللي يدعون انه كذب ما ماتنا احد واطلاقا، هذا احد الجنود الامريكان تمت عمليه نقله بهذه الطريقه، وهم عندهم مركز بالمانيا اول مره ينقلوهم الى المانيا يستقبلوهم هناك وبعدين ينقلوه الى ابري. بس المانيا هذول من يجون صاروا ضحيه منه الاطباء والممرضات الالمانيات اللي يرعوهم، بدا ينتقل لهم هنا اكو عمليه ليش دا يصير هذا. احد الاطباء الامريكان نشر بحث او مقال الاصح، قال انا وجدت مرضى عسكريين ما خادم يعني ما كان رايح بالسزمة، أطباء مثلا بأمريكا كان يعالج مرضى أمريكان، هو أيضا انتقلت إلى أمراض سرطانية وحالات تشوهات وغيرها. زين وبالنتيجة أيضا هذا يدل على أنه الإشعاع بهاي العملية الاحتكاك
معناها شقد موجود، بحيث انه هذا العالم دوج ربك يجروا له 15 عملية، ما ظل عضو من أعضاء الجسم ما مقصقصين به خطية. زين، معناها هذا الإشعاع الموجود مثل ما قلنا يبقى مدى الحياة إشعاع، وإشعاع أيضا خطر على الآخرين. وهذه الحملة اللي يعني شو اسمه قتلت جنودهم وبعض الخصوص. آخر شيء هنا قدروا يعني يتحرك الضمير ويكتبون أنه هاي المنطقة خطرة ما أعرف إيش. هذا نموذج من العلماء اللي هذا العالم دوج روكا، لا هنا ما يطلع منك، هذه العالمة روزالي بيرتل مع الأسف ماتت عام 2002، من أنشط العلماء الأمريكيين بهذا الخصوص، وعندها بحث رائع على السمية الكيميائية والإشعاعية لليورانيوم، وأيضا حاربوها بشكل فظيع بهذا الخصوص. هذا العالم الأمريكي الجنرال دوج روكا، هذا دكتور جواد العلي، هذا إيش باريش عالم بريطاني، هذا العالم أساف دوراكوفيتش الأمريكي من أصل كرواتي، هذا كريس بيسبي العالم البريطاني، هذا العالم الألماني جونتر اللي توفى بهذا الشهر. أريد أقول لكم أن النماذج اللي حتى أختم بها وأتيح لكم الفرصة بعدين، النماذج لهذا عالم مشهور أن يموت وما عندهم يعني ما حتى ما ترك فلس أو عانة مثل ما يقولون حتى يدفنوه، ومرموق ومعروف بألمانيا، ها مثل هذا العالم سيغفرت هورست جونتر اللي مات بشباط، وبالأخير هو حرمه من المساعدة الاجتماعية الأشهر الأخيرة من حياته هو بالفراش، حوالي 90 سنة هو عمره. أيضا هو تضرر من هاي الأبحاث. ليش يعني عالم مثل هذا يعني بهاي الدرجة أنه يوصل إلى هذا المصير؟ هذا قصة شنو؟ من توقفت الحرب وراء 3 أشهر هو بالعراق راح، وراح للبصرة، هو كان يصور أنه أكثر شيء راح يلقى المصائب بالبصرة، بس بالطريق لفت انتباهه على طول الطريق أنه فتشي يلمع يجي هذا لماعي وشمس وكذا، فتوقف بالسيارة وراح أخذ نماذج، شافت شيء يجلب الانتباه، الطول بطول السيجارة بالضبط، والثقل حوالي 3/4 كيلو يجي ثقيل، معقولة يعني هالقداتة؟ وهذا استغرب شنو هذه، ما يعرف شنو هو. أخيرا رجع إلى ألمانيا، أخذ وياه 2 نموذجين، أول ما دخل بالمطار هو أعلنت الاسمه هذا أي هو البوليس اعتقلوه، شكو أنت شنو شايل وياك بالجنطة؟ هو لا بجنطة هذا حاطها، وهو أيضا ما يعرف شنو هاي الشغل. بالأخير هذا اعتقلوه وراحوا فحصوها وجدوها أنه هي عبارة عن هذه طلقة فارغة، هذا الخرطوش يسموه، يعني مو مضروب استعملوها وبقى هذا اللي وقع بالقلب. فهذا الشع وهو اللي انطى الإشارة، لا بل وجد أنه هذا الإشعاع اللي دا يطلع منها الخرطوش هذا ينطي إشعاع خلال ساعة يعادل ما يتلقى الألماني خلال سنة كاملة، بساعة واحدة من خلال هذه يتلقى هذا الإشعاع. اعتقلوه وصارت هذا، قال لهم زين انطوني تقرير، ما طول عليكم ما انطوا تقرير لأنه حسوا أنه هذا راح يثبت هذا، وبعدين من عرفوا أنه هذا جابها من العراق إلى آخره حاولوا هذا، بعدين حتى فرضوا عليه غرامة إلى آخره، لكن هو قدر يتوصل أنه هاي النماذج أن يثبتون أنها مشعة وخطرة بهذا الخصوص. نفس الشيء قلت لكم اللي جرى ويا الآخرين كلهم حاربوهم بهذا. طيب إذا كانوا هذا الشيء اللي يقولوه هاي أسلحة آمنة وما بيكل خطر، طيب ليش هذول يعتقلوهم؟ حتى جرت محاولة اغتيال بعضهم
محاولة اغتيالهم والتخلص من عندهم بهذا الخصوص. أنا أكتفي بهذا القدر طبعاً. وهنا هذه الرزالي بيرتل اللي توفت، هذه الحملات اللي دا تجري وتتسع بالحقيقة. بس أتوقف، هاي هنا عندنا بالسويد نظمنا مؤتمر دولي وإجا هذا هنا ما يبين أبو لحية، هذا العالم الفنلندي كيف بابرستوك، هذا كان كبير خبراء منظمة الصحة العالمية بالإشعاع. ب2001 سوى بحث هو مجموعة، بس هو يرأس هذا، ووجد أنه خطورة هذا الإشعاع على الجسم، وحدد بالذات على الدي ان اي ونماذج اخرى، وقال خطره كبير، وبالتالي ما يزعمون انه امن وكذا مو صحيحه. رفضت منظمه الصحه العالميه تنشر البحث مالته، زين. فبعدين قدم استقاله وقال انا هيك منظمه تتواطى، فوين هو شعارها المركزي أنه لخدمة الإنسانية؟ لا بالعكس، هي بتساهم بتدمير الإنسانية وترك الـ ونماذج كبيرة انطلقت أيضا من 1991 من بدأ تظهر على الجنود الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين حركات للدفاع عن حقوق هؤلاء. بعدين تحولت تدريجيا إلى يعني منظمات عالمية تقريبا، انطلقت من بريطانيا، وكان يعني سموها الحملة ضد أسلحة اليورانيوم. بعدين الآن ودول أخرى أيضا، وصار الآن عندنا يسموها التحالف الدولي لمنع أسلحة اليورانيوم، وهذا المقر هنا بلندن، ويعني عنده ممثلين ب يعني من 168 منظمة بالعالم من 33 دولة. هذه هو عايش بالحقيقة على الاشتراكات، يعني احنا اعضاء ندفع شيء على قدر الامكان، وبالتالي اكو منظمات خيرية تدعمه، بس قام بأعمال نبيلة يعني ومهمة جدا. على سبيل المثال حتى يثبتون صحة ما نتهم به البنتاغون وغيره، أخذوا نماذج من الضحايا العراقيين، وحتى من أطفال أسنانهم ومن شعرهم إلى آخره، ووجدوا هذا اليورانيوم موجود، ويأكد الأبحاث القديمة مثل هاري شارمان اللي نشر بحثه وأخذ عينات من دم وبول وغيرها، وقالوا ما صدقوا به بعدين هذا. وبالتالي هو الآن يناضل من أجل تحريم هذه الأسلحة وإنقاذ البشرية، لأنه فعلا هي خطر كبير، خطر كبير. لكن أصحاب عديمية الضمير من تجار الحروب ما يهموا ماذا، المهم أنه الأرباح اللي تتحققها هذه النتيجة. أنا أعتقد كل إحنا مدعوين لدعم هذا التحالف الدولي، خصوصا وأنه وزارة الخارجية النرويجية، وأنا نشرت يمكن اللي قرأ المقال، أدعو إلى دعم هذا التحالف، لأنه وزارة الخارجية يبدو بضغط من الأمريكان كانت تمول أبحاثه حول اليورانيوم. الآن قالوا لهم نعتذر، بعد ما عندنا إمكانية نواصل، وهذا يعني أنه هو راح يتوقف، لأن المؤسسة الدولية البلد الوحيد هم النرويج، وبالتالي راح تتوقف كثير من مشاريعه. وهذا أعتقد وطلقنا هاي الحملة وكذا، بس للأسف يعني ونشرتها بوسائل عربية وما أعرف إيش، ولا تحرك ضمير أحد من دول الخليج يتبرع له ب10 دولار. أنا أعتقد بإمكانكم أنتم هنا بريطانيا تلعبون دور بهذا الخصوص، رابطة الأكاديميين على الأقل تتحرك وتلتقي بالمنسق الدولي موجود اسمه،
وممكن أعطيكم يعني العنوان البريدي والبريد العادي إلى آخره وتتصلون وتنسقون وياهم على الأقل ندعمهم بهذا الجانب وهو الوصول. نسيت أقول لكم أنه وصل هذا التحالف الدولي من 2007 بدأ يضغط على الأمم المتحدة أن تتناقش قضية اليورانيوم بالأمم المتحدة، وفعلاً ب 2007 ناقشوه وقدم هو التحالف مشروع وصوتوا عليه 134 أول مرة، بعدين كل سنتين هو ينعرض بدأ يزيد العدد، آخر تصويت ب 2014 155 دولة وقعت صادقت عليه، بس المصيبة شنو؟ قرارات الجمعية العمومية لازم تكون بالإجماع. من يصوت ضده؟ أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل دائما يصوتون، وأكو دول أخرى تمتنع عن التصويت بضغط من أمريكا. مع هذا الآن تقدم مشروع وجرى ضغط، يعني أطلقوا يردون 5000 توقيع حتى بدل ما كل سنتين يردون هاي السنة أن ينطرح لهذا، وبادر فد كاتب بريطاني رائع بهذا الخصوص وطلب بس 5000 توقيع حتى يوصل الصوت الى الولايات يعني الى الامم المتحده حتى هذا. وهمي انا بادرت ونشرت ونتوسل وكذا، وردنا خلال الفتره المحدوده 5000. احنا ملايين موجودين من العراقيين والكل ما شاء الله نقرا ونطلع وكذا، وبالاخير جمعنا أقل من 4000 صوت وانتهت الفترة وراح تعبنا بلاش. وهذا ليش؟ يعني مو هذا شعبنا وعوائلنا وكذا، يفترض أنه شوية نفعل هذا الجهد. وأنا أشكركم طولت عليكم بس الموضوع أعتقد يستحق، ومستعد الآن لأي أسئلة استفسارات. ما طرقت إلى موضوع المعالجات المطلوبة اللي موضوع هذا يعني اعتقد طولت، بس انا اعتقد استمع من عندكم. احنا بادرنا الى مشاريع كثيره الحكومه العراقيه المتعاقبه ولكن تحديدا حكومه المالكي للاسف احبطت كل مشاريعنا. يعني احنا بالسويد سوينا مؤتمر دولي لاول مره وبجهود احنا سنتين انا وزميل اخر نشتغل عليه واقتنعوا وحضروا قدمنا مشروع كيفية التخلص من هاي النفايات كلها بأرخص ما يمكن بضمانة مو 100% بل 1000000% بمواد جديدة حافظة، وحتى عن طريق الأقمار الصناعية رسمنا لهم وين ممكن أن يقوم هذا المشروع وما يكلف كثير. وبالنتيجة إجا وزير البيئة ثاني يوم من المؤتمر، إحنا 3 أيام كان هو، اجى نائب الاول لرئيس مجلس النواب كان شو اسمه هذا القديم السابق وايضا هو بالبيئه وما اعرف ايش، اجى السفير العراقي، اجى الملحق هذا، وقبلها ام وعدينا انه راح يجي المالكي نفسه ويجون 5 وزراء، وبالاخير لا اجى المالكي ولا 5 وزراء. لا بل المصيبه الكبرى تخزينا قدام السويدين، يعني احنا احرجونا رساله شكر على الاقل، وكل القرارات والتوصيات والأبحاث والهذه المكرسة لخدمة العراق رفعناها ووصلناها لوزارة البيئة ووزارة العلوم والمجلس الوزراء والمجلس النواب كل ومعظم النواب، والهذا كلمة شكر بسطرين ما سووها. وهذا يعني هاي المصيبة. الآن مشاريع أخرى قدمت قبل هذا، الحملة اللي قلت لكم سويناها ب 2009 وهي مساءلة الحكومة العراقية، زين اتهمونا انه احنا ما اعرف ايش وكذا وهذا وراحت. زين جامعة اوهايو بالولايات المتحدة الامريكية طرحت مشروع يساعدون به العراقيين بدون مقابل ويدربون وهذا ويقدمون بس حتى يحسمون النقاش فيما يتعلق باليورانيوم، هذا يقول هيك وذاك. قالوا لهم احنا مستعدين تعالوا وندرب ونروح نسوي بالهذا وكذا. حتى ما ردوا عليهم، وكان استاذ جامعي هناك عندهم منتدب لفتره معينه وتحرك وتوسل يا حكومه المالكي يا ما اعرف ايش،
ولا ردوا ولا وغيرها من المشاريع الكثيرة اللي جرت هذا أبحاث نشرت ولا يدرون إلها بال أصلا ولا يريدون يسمعون أي شيء بهذا الخصوص. بهذا القدر أختتم وأعتذر لطالب.